صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فمن هنا، من أرض النقب بعامة، ومن أرض أم الحيران بخاصة، من هنا ووسط هذه الأجواء التحريضية العدائية التي لا تزال تشنه علينا المؤسسة الإسرائيلية، كيف لا، وهي التي صادرت أرضنا قبل عقود من الزمان علانية وعلى المكشوف، ولا تزال تصادر أرضنا اليوم بطرق التوائية وبأساليب غير مباشرة، وهي التي لا تزال تهدم بيوتنا في الماضي والحاضر، والفرق أنها كانت تهدم لنا بيتا قبل سنوات، أما الآن فهي تهدم لنا عشرات البيوت بل مئات البيوت، ولا تزال تصادر إلى جانب أرضنا، لا تزال تحاول واهمة أن تصادر صوت المساجد، أذان بيوت الله، الله أكبر الله أكبر، ولا تزال تمعن ظلما في حق أسرى الحرية في سجونهم خلف قضبانهم، ولا تزال تستبيح دماءنا وتنفذ حكم الإعدام الميداني في الكثير من شبابنا، وتراب أم الحيران ارتوى من دماء الشهيد المظلوم يعقوب أبو الحيران الذي تم تنفيذ حكم الإعدام الميداني فيه من قبل رصاص المؤسسة الإسرائيلية، ولا تزال المؤسسة الإسرائيلية كذلك تبتكر قوانين الإمعان في ظلمنا والإمعان في تدمير وجودنا، هكذا تظن واهمة. وما قانون كيمينتس المشؤوم الذي جاء ليشرعنا ويسرع هدم بيوتنا، ما هو عنا بمجهول، ولكن في هذه الأجواء، في هذه العواصف السوداء التي تشنها علينا المؤسسة الإسرائيلية، ماذا نقول وماذا ننصح بعضنا، وماذا نرسل رسائل إلى كل شعبنا الفلسطيني وإلى كل أمتنا المسلمة وعالمنا العربي وإلى كل حر وحرة في الدنيا، ماذا نقول؟ يا أهلنا، أيها الحضور الكرام، بداية رسالتنا الأولى في هذا اليوم الذي نعيش فيه صمود يوم الأرض 41، في هذا اليوم نقدم رسالتنا الأولى ونستفيدها
من مسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علمنا في مسيرة حياته أن نحافظ على عقد الوفاء مع شهدائنا. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يداوم على زيارة شهداء أحد حتى لقي الله تعالى. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمر على جبل أحد الذي احتضن عشرات الشهداء من الصحابة وفي مقدمتهم أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب. كان يمر على جبل أحد فيقول له: جبل أحد يحبنا ونحبه لأنه يحتضن شهداءنا. من أنوار هذه السنة النبوية نؤكد هنا عقد الوفاء مع كل شهداء شعبنا الفلسطيني، نؤكد عقد الوفاء بخاصة مع شهداء يوم الأرض، ولذلك نقولها علانية وصدقا ووفاء للقاصي والداني. المجد والخلود لشهداء يوم الأرض، لخير ياسين من عرابي، ولخديج شواهني من سخنين، ولرجاء أبو ريا من سخنين، ولخضر خلايلي من سخنين، ولمحسن طه من كفر كنا، ولرأفت زهيري من مخيم نور شمس. عقد الوفاء لشهداء يوم الأرض صاروا ونحن وراءهم، جادوا بدمائهم ونحن وراءهم، أكدوا للمؤسسة الإسرائيلية أنهم يملكون أغلى ما يملكون الأرواح، فجادوا بأغلى ما يملكون انتصارا لأرضهم. ونحن نؤكد للمؤسسة الإسرائيلية ونحن خلف شهدائنا نقول: نعم، أغلى ما نملك هي الأرواح، ولكنها ستكون رخيصة من أجل الانتصار لبقائنا على أرضنا إن سعت المؤسسة الإسرائيلية واهمة أن تظلمنا لتقتلعنا من أرضنا. خلف الشهداء نحفظ عقد الوفاء، خلف الشهداء نحفظ وفاءنا لرسالتهم، ووفاءنا لتضحياتهم، ووفاءنا لعطائهم حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. الرسالة الثانية نقولها: يا أهلنا، نحن لا نرتبط مع أرضنا فقط، بل نحب أرضنا. نحن لا نطمع بأرضنا كربح دنيوي بقيمة المال أو بقيمة المسكن فقط، بل نحب أرضنا لأنها خزينة تاريخنا وحاضرنا ومستقبلنا، خزينة حضارتنا الإسلامية العروبية الفلسطينية. هكذا أرضنا تحمل هذه الكنوز، ولذلك من حقنا أن نحبها، ومن واجبنا أن نحبها كذلك. ولماذا لا نحب أرضنا؟ لماذا لا نحبها وهي الأرض المباركة بشهادة رب السماوات والأرض
بشهادة القرآن الكريم الذي تنزل من عند الله، وقال ولا يزال يقول لنا عن بركة هذه الأرض. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. أم الحيران، لنا أرض، لنا وطن، لنا جذور، لنا وجود، لنا تراث، لنا تاريخ، لنا مسيرة، لنا طريق. هنا صار أجدادنا، وهنا صار آباؤنا، وهنا سرنا، ومن خلفنا الأولاد والأحفاد وأحفاد الأحفاد، وسنبقى هنا حتى نلقى الله تعالى. هكذا أرضنا، الأرض المباركة التي لا تفريط فيها ولا بديل عنها ولا مساومة عليها حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. لذلك نحب أرضنا. أرضنا أيها الإخوة نحبها كذلك لأننا مطالبون بالإضافة إلى حبها أن نرابط فيها. المطلوب منا رجالا ونساء وشبابا وأطفالا أن نحب أرضنا وأن نرابط في أرضنا، كيف لا؟ وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدد لنا بوضوح وبكلمات موجزة معادلة العلاقة بيننا وبين أرضنا. ما هذه المعادلة؟ هي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عنا وعن أرضنا، هي قوله رجالهم ونساؤهم وإماؤهم مرابطون إلى يوم القيامة، مرابطون هنا في أم الحيران إلى يوم القيامة، مرابطون هنا في مثلث يوم الأرض عرابي سخنين دير حنا إلى يوم القيامة، مرابطون هنا في موقع كل أرض لنا وكل بيت لنا وكل مقدسات لنا إلى يوم القيامة، مرابطون حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. لن نقيل ولن نستقيل ولن نرحل، لن نرحل لن نرحل، هنا ولدنا وهنا سنموت، ومن هنا سنلقى الله سبحانه وتعالى. نحن مطالبون أن نحب أرضنا، نحب أرضنا كذلك لأنها أرض قد نعاني فيها من مظاهر الابتلاءات، قد نعاني فيها من ألوان المحن، قد يستشهد البعض منا، قد يسجن البعض منا، قد يطارد البعض منا، قد يقع علينا كل هذه الألوان من الفتن، ومع ذلك سنبقى نحب أرضنا كما قالها شاعرنا في مقطع من قصيدته وهو يؤكد حبه لهذه الأرض، كما قال: كلما ضحيت من أجلك أحببتك أكثر، كلما ضحيت من أجلك أحببتك أكثر، كلما سجنا أحببنا أرضنا أكثر، كلما سرنا في موكب شهيد أحببنا أرضنا أكثر، كلما طوردنا أحببنا أرضنا أكثر. هذا المطلوب حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. والخاتمة لأصحاب الحق الصابرين، ونحن أصحاب الحق الصابرين إن شاء الله تعالى. لذلك يدعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لنا:
لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم، حتى يأتي أمر الله، حتى يأتي أمر الله، نصر الله وهو قريب، فرج الله وهو قريب. قالوا أين هم يا رسول الله؟ قال في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. أسأل الله ويشرفني، أسأل الله ويشرفني، أسأل الله ويشرفني أن نكون جميعا بكل ذرة من تراب أرضنا، بكل حجر من بيوتنا، بكل شباك من مقدساتنا، أسأل الله أن نكون من أكناف بيت المقدس، من أصحاب هذه البشرى بإذن الله رب العالمين. أرضنا تحمل هذه الميزات، وتحمل ميزات أكثر. لضيق الوقت أكتفي بما قلت عن ميزاتها، ولذلك الذي يتعرف على حقيقة أرضنا ويتعرف على حقيقة ميزاتها، عند ذلك سيفهم سر مقولة الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه، سيفهم سر قوله عندما قال عن أرضنا: يأتي زمان على الناس يقول أحدهم: يا ليتني كنت لبنة في بيت المقدس، أي يا ليتني كنت حجر من بيت من بيوت بيت المقدس، يا ليتني كنت حجر من بيت من بيوت أم الحران، يا ليتني كنت حجر من بيت من بيوت العراقيب، يا ليتني كنت حجر من بيت من بيوت كل قرانا ومدننا، من النقب إلى المثلث إلى الجليل إلى المدن الساحلية، عكا وحيفا ويافا واللد والرملة، وصولا إلى بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. هذه أرضنا، من يفرط فيها سوى المجنون؟ ونحن راشدون الحمد لله، بلغنا الرشد منذ قرون، ولازلنا نحمل عقلنا أن نير موجها لنا بعد توكلنا على الله. لذلك لن يأتي يوم نفرط فيه بهذه الأرض وهي تحمل هذه الامتيازات. لذلك يا أهلنا، يا أحبابنا، ما دامت هذه أرضنا، ما دامت هذه خصائصها، ما دامت هذه كنوزها، فلنعلم علم اليقين أيها الإخوة أننا مطالبون بمواصلة الصمود في أرضنا، بمواصلة الدفاع عن أرضنا، بمواصلة بناء وجودنا حاضرا ومستقبلا في أرضنا. لا تخافوا ظلم ظالم، لا تخافوا شر ظالم، لا تخافوا أذى ظالم، لنبقى مع الله متوكلين على الله في هذه الأرض، وبإذن الله بالصبر واليقين سننتصر على كل ظلم، على كل ظلم وشر وأذى. هذا يجب أن يكون زادنا حتى نموت ونحن على هذه الأرض. يؤكد هذا المعنى قول رسول الله
صلى الله عليه وسلم لنا: من قتل دون ماله فهو شهيد. أعظم مال في دنيانا هي الأرض. رسول عليه الصلاة والسلام يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد. أعظم مال من أموالنا في الدنيا هي الأرض. نحن لا نستعجل الموت، نحن لا نستعجل أن ندفن تحت التراب، ولكن نحن هنا على هذه الأرض سنبقى فيها. لن يخيفنا ظلم المؤسس الإسرائيلي إن تجرأت على أحدنا أو على بعضنا واستباحت دمه ونفذت فيه الحكم الإعدام الميداني فهو شهيد، وهو من خير الشهداء، وسنبقى هنا ولن نخاف، وسنبقى خلف ذاك الشهيد وخلف ذاك الشهيد وخلف ذاك الشهيد. رسول عليه الصلاة والسلام يقول لنا: من قتل دون ماله فهو شهيد. ومن هنا لا نحرص على الموت ولا نخاف الموت، لا نبحث عنه ولا نهرب منه، لن نستعجل أن ندفن تحت التراب، ولن نفر من أرضنا لأننا سندفن فيها. سنبقى هكذا حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. المطلوب أن نبقى في أرضنا، المطلوب أن نحفظها كحفظ عيوننا، المطلوب أن نحتضنها حتى نلقى الله أمان في أعناقنا حتى قيام الساعة. ولذلك أيها الإخوة، لذلك أيها الحضور الكرام، علماؤنا قالوا الشيء الكثير عن أرضنا، علماؤنا أصدروا الفتاوي الشجاعة الصريحة عن أرضنا. المطلوب أن ندرك قيمة كل أعمالنا، أن ندرك وزن كل أعمالنا ونحن نعيش على هذه الأرض. ولذلك أيها الإخوة، تذكيرا للجميع، اسمعوا فقط، أذكركم، أذكر الجميع بفتوى أحد علماء المسلمين الذين عاشوا في هذا القرن العشرين الماضي، واسمه الشيخ محمد رشيد رضا. عندما لاحظ مدى تواطؤ الاستعمار الإنجليزي مع المشروع الصهيوني، وعندما لاحظ أن النفاق الإنجليزي في تلك الأيام بدأ يغطي على هجرة فلول المشروع الصهيوني إلى أرضنا، وبدأوا ينتشرون في تلك الأيام، أصدر فتوى قال فيها: إن من يبيع شبرا من بيت المقدس وما حولها، لمين؟ للإنجليز ولفلول المشروع الصهيوني في تلك الأيام. أصدر فتوى قال فيها: إن من يبيع شبرا من بيت المقدس وما حولها كمن يبيعهم المسجد الأقصى المبارك. لننتبه، لننتبه. الوعي، الوعي. الصمود، الصمود. الثبات، الثبات. كل شاكل يحاول أن يغرينا لبيع أرضنا تحت أقدامنا، كل دولار يحاول أن يغرينا لبيع أرضنا تحت أقدامنا، كل أموال الدنيا التي تحاول أن تغرينا لبيع أرضنا تحت أقدامنا. هذا المطلوب، هذا المطلوب الذي يجب أن نتمسك فيه حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. وتأكيدا لهذه الفتوى،
تأكيدا لهذه الفتوى أذكر نفسي وأذكركم، أذكر نفسي وأذكركم بفتوى أخرى معاصرة من عالم كبير يعد اليوم العالم الأول في الحاضر الإسلامي العالمي ولا يزال حيا، إنه فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي، يقول في كتابه فتاوي معاصرة، واسمعوا ما يقول، اسمعوا يا ما يقول يا أهل يوم الأرض، يا أهل يوم الأرض من النقب إلى الجليل، اسمعوا ما يقول في فتواه، اسمعوا وعوا احفظوا ولا تنسوا، افهموا واصمدوا واعملوا بما ستسمعون الآن. اسمعوا مليح، اسمعوا مليح ماذا يقول في فتوى معاصرة فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي، يقول بالحرف الواحد: قبول التعويض، قبول التعويض عن أرض فلسطين من أكبر الكبائر. والعياذ بالله، أشد ممن يزني، وأشد ممن يشرب الخمرة، وأشد ممن يستبيح الدماء، أكبر الكبائر. ماذا نريد؟ ماذا نريد؟ هل نريد مرضاة الله؟ أم نقع تحت خديعة المشروع الصهيوني؟ ما الذي نريد؟ ماذا نريد؟ إذا أردنا مرضاة الله هذا هو الطريق، وأما أساليب خداع المشروع الصهيوني قلت ولا زلت أقولها، هي تحت أقدامنا حتى نلقى الله تعالى. يا أهل يوم الأرض، الحاضر يعلم الغايب، هذا المطلوب اليوم وغدا وبعد غد وبعد 100 سنة حتى نلقى الله تعالى، حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. أخيرا يا أهلنا، بقيت رسالتي الأخيرة وأقولها لأنها ضرورية، اسمعوا يا أهلنا، نصيحتي لنفسي ونصيحتي لكم: حتى نحفظ أرضنا وحتى نحفظ بيوتنا وحتى نحفظ مقدساتنا، لن ننجح بذلك إلا بشرط، لن ننجح بذلك إلا بشرط، بعد التوكل على الله. نحن مطالبون أن نحفظ وجودنا في الداخل الفلسطيني كالبيت الواحد، نطرد منه أي مظهر للطائفية العمياء أو للعنف الأعمى أو للعصبية العمياء. نحن مطالبون أن نبقى بيتا واحدا، أسرة واحدة، صفا واحدا، ليس بالشعارات ولا بالقيل والقال ولا بكثرة السؤال. لا يجوز أن نكتفي بذلك فقط، نحن مطالبون على أرض الواقع. يا أهل النقب، إن ظننتم أن مشكلة أهل أم الحيران لأم الحيران فقط، أنتم مخطئون، أنتم بذلك تسلمون أم الحيران للمؤسس الإسرائيلي، أم الحيران لأهل أم الحيران، وأم الحيران لأهل راهط وأهل القي وأهل كسيفي وأهل شكاب السلام وأهل عرعرة
وأهل القرى غير المعترف فيها في النقب. إذا خرجنا بهذا العهد، إذا خرجنا بهذا العهد سننتصر، ستصمد أم الحران وسيبقى أهلها فيها وسيبقى أهل العراقيل فيها، وسننتزع اعترافاتنا ولو من فم أكبر ثعبان لكل قرانا غير المعترف فيها في النقب. بهذا الشرط، بهذا الشرط، هذا المطلوب إن شاء الله، إلى البيت الواحد، إلى الأسرة الواحدة، إلى الألم الواحد، إلى الأمل الواحد، إلى الصمود الواحد، إلى التحدي الواحد. هذا المطلوب حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. ومن يدري، احنا اليوم يوم الأرض 41، بعد عام يوم الأرض 42، تعالوا بنا بإذن الله لنرص صفنا علنا في يوم 42 القادم ليوم الأرض أن يكون يوم أفراح بتسجيل انتصارات كثيرة على أرضنا، وحفاظا على بيوتنا وعلى مقدساتنا وعلى قدسنا وأقصانا. هذا بإيدينا، بإرادتنا، بصدق قلوبنا، بصدق وعينا، بصدق صفنا الواحد المطلوب. هذا الذي يجب أن نخرج منه في يوم الأرض إن شاء الله. يا أهلنا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بما هو مطلوب، وأن يعيننا على أداء واجبنا. يا رب، اجعلنا في هذه الأرض كما قال لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، قبل نص ساعة غرسنا شتلة زيتون عند مسجد أم الحران، اسمعوا كلكم، زرعناها حتى تبقى ونبقى، إذا قلعت سنقتلع. زرعناها حتى تبقى لنبقى، إذا اقتلعت سنقتلع. المطلوب أن نحافظ عليها سويا، المطلوب أن نتأدب مع زراعة هذه الشتلة من الزيتون كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذا كان بيد أحدكم فسيلي، فسيلي شتلة، يعني شتلة زيتون، إذا كان بيد أحدكم فسيلة وقامت الساعة واستطاع أن يغرسها فليغرسها، فإن له بذلك أجر حتى خلال قيام الساعة. وإحنا بدنا نزرعها في وجه جرافات الهدم الإسرائيلي، بدنا نزرع شتلة الزيتون إن شاء الله. هذا المطلوب حتى نلقى الله تعالى. صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فبقيت لي كلمة وحيدة ختامًا لكل ما قلته من رسائلي، أقول يا أهلنا، لا والله لن ننكسر أمام من يحاول أن يصادر أرضنا، لا والله لن ننكسر أمام من يحاول أن يصادر أذاننا على هذه الأرض. سنبقى نردد الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر على الاحتلال الإسرائيلي،
الله أكبر على الظلم الإسرائيلي، الله أكبر على الشر الإسرائيلي، الله أكبر على العداء الإسرائيلي، من مآذن مسجد أم الحيران حتى مآذن المسجد الأقصى المبارك. هكذا نحن حتى نلقى الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم تقبل شهداءنا، اللهم تقبل شهداءنا، اللهم تقبل شهداءنا، اللهم تقبل شهداء يوم الأرض بخاصة، اللهم تقبل شهداء يوم الأرض بخاصة، اللهم تقبل شهداء يوم الأرض بخاصة، اللهم تقبل شهيدنا يعقوب أبو الحيران، اللهم تقبل شهيدنا يعقوب أبو الحيران، اللهم تقبل شهيدنا يعقوب رحمة الله عليه يا رب العالمين يا الله. اللهم ثبتنا في أرضنا، اللهم ثبتنا في بيوتنا، اللهم ثبتنا في مقدساتنا، اللهم ثبتنا في أم الحيران، اللهم ثبتنا في أم الحيران، اللهم ثبتنا في أم الحيران، اللهم ثبتنا في النقب بعامة يا رب العالمين. اللهم يسر عسرنا، اللهم فرج كربنا، اللهم انصرنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على الظلم الإسرائيلي والشر الإسرائيلي والعدوان الإسرائيلي، اللهم انصرنا على من يحاول أن يصادر أرضنا، اللهم انصرنا على من يحاول أن يهدم بيوتنا، اللهم انصرنا على من يحاول أن يدنس مقدساتنا، اللهم انصرنا على من يحاول أن يصادر أذاننا يا رب العالمين يا الله. اللهم اكرمنا بالثبات هنا والصمود هنا والوفاء لأرضنا هنا والوفاء لشهدائنا هنا حتى نلقاك يا رب العالمين يا الله. اللهم آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.